وسهلا بكم طلاب الأعزاء مع خبرة جديدة نكتشف من خلالها حرف جديد. هيا بنا، والآن هيا بنا نقرأ ما تعلمناه. أ إب إت إف إج إح إخ إد إذ إر إز إس إش أص أض أط أض أع إغ إف أق إك إل إم إن إه أو إيه. رائع. قصة اليوم قصة قرد صغير. هيا بنا نستمع للقصة. كان هناك طفل اسمه قاسم، لديه قرد صغير. كان القرد يعيش في قفص صغير. في يوم من الأيام وجد القرد باب القفص مفتوح، فخرج منه وقفز إلى الخارج حتى يلعب. ثم دخل إلى غرفة قاسم ولبس قميصه. وضع القرد على رأسه قبعة ولبس قفازات. وبعدها قفز القرد من نافذة المنزل إلى الحديقة ومعه الموزة اللذيذة، فوجد قطة وقنفذ وبدأوا يلعبون سويا. والآن حان وقت الأسئلة. ماذا لبس القرد على رأسه؟ قبعة. ممتاز. أيضا ماذا لبس القرد؟ قفازات. رائع. أيضا ماذا لبس هنا؟ لبس قميص. أحسنتم. ماذا فعل القرد بعد ذلك؟ أخذ يلعب مع أصدقائه القطة والقنفذ. نعم أحسنتم أحسنتم أيها المفكرون. والآن طلابي، من يقول لي من اكتشف حرف اليوم؟ حرف اليوم حرف القاف. أق. ممتاز. نعم. والآن دعونا نكتشف الكلمات التي تحتوي على حرف الأق. انظروا هنا، قفازات. قفازات نعم تحتوي حرف الأق. أيضا قرد. قرد نعم يحتوي حرف الأق. قرد. رائع. قطة. قطة تحتوي حرف الإق. أجل أحسنتم. قبعة. قبعة نعم تحتوي حرف الإق. والآن انظروا هنا، دفتر. هل يحتوي حرف الإق؟ لا. دعونا نضع إكس هنا. دفتر لا يحتوي حرف الإق. رائعون. نعم. والآن حان وقت كتابة حرف الإق. والآن طلابي دعونا نتعرف على اتجاه كتابة الحرف. هيا بنا نخط البداية من هنا، خط ثم نصف دائرة، ننزل على السطر و نكمل المسير. نقطة اثنان. أق في بداية الكلمة. رائع. ثم هنا حرف الأق في آخر الكلمة. خط نصف دائرة، ننزل على السطر، ننزل إلى أسفل السطر ثم نرتفع إلى الأعلى. نقطة اثنان. أق في بداية الكلمة متصل مع حرف آخر، وإق في آخر الكلمة منفصل.
أق ضمة أو أق كسرة قي أق آ ها أق أو هو أق إي قي. والآن كلمة أق كسرة قي إر قر إب كلمة قر. هيا نكتب كلمة قر حرف الأق كسرة قي ثم إر قر إب كلمة قر. إق فتحة ق إل فتحة لا ق لا إم قلم أق في بداية الكلمة أق فتحة ق إل قل فتحة لا قال إن قلم قلم. كلمة كلمة إب إر إي ري إب ري أق إبريق إي إب إر إي إب ري إب ري أق إب ريق. حان وقت قراءة وكتابة الجملة. إل فتحة لا إب كسرة بي لا بي إس فتحة س لا ب س أق آ ق إس إم ق سم أق فتحة ق إم إي مي أص ق ميس إل فتحة لا إب كسرة بي لا بي إس فتحة سا لا بي سا أق آ قا إس إن أق فتحة ق إم إي قمي أص قميص لا بيسة قاسم قميص. ممتاز أحسنتم أحسنتم طلابي، وإلى اللقاء مع خبرة جديدة. إلى اللقاء.